وليك مصطلحات كده بس انا الحقيقه مش حافظها، هم كتبوها لي بس انا عايزك انت تقولها. بتقول مصطلحات خليجيه، احنا عندنا في برنامج مستقنيوس باين، مستقنيوس الحقيقه عمر اسمعها. مستقنيوس دي، مستقنيوس دي احنا كان عندنا كلام في جيلنا احنا كان كده برضو شبه كده، بس إيه؟ مستقنيوس دي ما اعرفهاش. مستقنيوس اللي هي يعني مستقنيوس يعني ايش مستقنيوس هات لي بقى الاصول بتاعتها يعني، يعني مفردات الكلمه. استقنيوس جاي من الاستقنيوس، من استقنيوس، استقنيوس من استقنيوس. انا استقنيوست، استقنيوست يعني اتبسطت. بس بدل ما اقول اتبسطت قلت استقنيوس. فبدأ بس تقيله او استقنيوس، حتى اقراها في الورقه استقنيوس. ما هو لما الكلمه تكون تقيله ما فيهاش حاجه عيب، هي طالما ما فيهاش حاجه لا لا ما فيهاش حاجه عيب، ما كنتش قلناها. عندنا بالزبط. عندنا القوميه الاعلام ده فالحمد لله نفخ حبيبي. فطالما احنا ما قلناش حاجه عيب، هي الكلمه تقيله، والكلمه التقيله دايما على الودن. لا بس انت لما حضرتك قلتها لا لطيفه مستقنيوس، انا مستقنيوس بالظبط. حضرتك مستقنيوس دلوقتي في قعدتك ولا لا؟ مستقنيوس بس. وانا مستقنيوس بس، فدي معناها ان احنا كلنا مستقنيوسين. دي بقى زي اغنية عدوية. ايوه كراشان دي، ده ما كنتش ايوه هي فكرة الكلام مستقنيوس. استقنيوس تقنيوس. ايوه تقنيوس، تقنيوس دي معرفش ده فعل هيبقى ماضي ولا تقنيوس. ده فعل ماضي تقنيوس. لكنه الان مستقنيوس. هو الان مستقنيوس، واحنا نتمنى ان الجميع وسوف يستقنيوس. نتمنى الجميع الاستقنيوس، نتمنى الجميع الاستقنيوس. يعني بعد ابدل بعد كده بعد في الحلقه استقنيوسوا على خير. لا نتمنى لكم استقنيوسا ظريفا ودمتم او استقنيوسوا على خير. استقنيوسوا على خير او يسعد استقنيوسكم. ماشي يسعد استقنيوسكم. وايه كمان بقى؟ احنا عندنا جمله في الكنافه، جمله في الكنافه دي من الجمل اللي احنا بنستخدمها دايما. بس الكنافه دي مع الجمله دي مع ده كنافه يعني مش حلو. بس هي بقت مش حلوه، مش حلوه يعني. يعني اللي هو في حاجه غلط. ده في الكنافه. فبقيت دايما لما استقنيوس حلوه الكنافه دي يعني اللي هو حاجه احنا مش حابينها قوي في الكنافه. وايه بقى كمان؟ وعندي بالبرنامج الموقف اللي هو البرنامج التاني عندي كلمه اسمها الهلي. الهلي؟ دي ملهاش معنى، ما تحاولش. دي ملهاش. بس هي اختراع. اختراع يعني. انا قلت مصدرها ايه في اللغه ولا حاجه. هو انا كنت بغني الاغنيه بتاعت البرنامج، فهو هي المزيكا شغاله. انا قلت هلي. انت اللي بتغني الاغنيه؟ انا كنت انا بغني الاغنيه. كنت بغنيها يا اغنيه دمها خفيف سكتش كده يعني. يعني مقدمه البرنامج. مقدمه البرنامج. بتقول بتركب او بتسوق في الهلي معانا تفوق، لو شيكو بتاع ماركات مناخيرك بص لفوق، لو عط رقيقها هنطرقع، لو عالف رقيقها هنفرقع، تلقايا هتسقف لما هيشتغل الموقف. مين اللي هتسقف؟ التلقائي هتسقف اللي هو تلقائي. المستمع. تلقائي هتسقف. المستمع هيسقف يعني. طبعا انت بتغني في الاذاعه على راحتك، لان مفيش حد يقول لك انزل ولا اطلع. عشان كده انت بتحب الاذاعه. بالظبط. انا قاعد لوحدي، مفيش حد هيكلمك. انا عملت تجربه في التلفزيون يعني، مش عارف ازاي بتقبلوه يغني في الاذاعه وهو اصلا لما غنى في امبابه كان هيتضرب. لا ما بقى في اوتوتيون بقى وشويه حركات هندسه صوتيه. طيب كويس، عامله شغل. قول لي بقى، بدات انت في الاذاعه تعمل الصبح؟ برنامج الصبح ده برنامج في منتهى الاهميه طبعا جدا يعني، وفي منتهى الجمال. هو اهم برنامج بدأته على راديو. امتى بقى؟ بدأته في شهر 9/2009. لا 9/2010. 9/2010 الصبح. الصبح وجاب رد فعل كويس. الحمد لله، الحمد لله. كان وقتها بدأت الثوره وكانت بدأت الاحداث. ففي وسط الاحداث دي بتتكلم لوحدها. ففي وسط الاحداث دي الناس كلها عايزه تتكلم، عايزه تسمع طبعًا. وعايزه تطلع على الهواء تتكلم. ما كناش بنعد الحلقات شهر سنه 11 و12، الدنيا ما لوحدها. مش عارف، انت مش عارف تقول ايه، لان انت مش عارف بكره في ايه. صحيح. فالظروف خدمت البرنامج جدا في الوقت ده. قعدت بيه 4 سنين تقريبا. كنت جاهز ان انا اغير بقى، قلت كفايه كده. قلت يعني هو برنامج الصبح ده من المواعيد المهمه جدا. انا حسب ما عرفت ان انت بتحب التغيير طول الوقت. جدا. انا بشوف ان التغيير هيساعدني انا ان انا يبقى عندي تحدي جديد ان انا اقدمه، لان انا لو بقدم نفس الحاجه وقت طويل هزهق يعني. جزء. انا هزهق شخصيا. وحضرتك كمستمع ممكن انت بتسمعني تقول اول ما انت تزهق انا هزهق بالظبط. بس بتيجي انت عارف طبعا ده اكتر مني، ان الحاجات تواصل، في خط بينك وبين. اول ما تزهق. انا بقول دايما ان الاغنيه اللي انا بشغلها، بما ان انا اللي مسؤول عن الاغاني اللي بتتحط في البرنامج، انا الاغنيه اللي انا بشغلها لو انا مش حاببها المستمع عمره ما هيحبها.
من غير ما انا اقول حاجه، هو في علاقه نفسيه ما بينك وما بين المستمع بتاع الراديو، لان هو بيتخيل انت حالتك من الجمله من الحرف. فلو انا مش حابب اللي انا بقدمه مستحيل هو يكون مبسوط. وكان برضو برنامج الصبح ده فيه تليفونات؟ كان تليفونات، هو كانت العمليه كلها قايمه على التفاعل.